جهود مجتمعية بذلتها لجنة تبرعات اختارها الأهالي لإعادة الروح إلى جسد مستشفى السلام المترع بالآلام في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع. فاشترينا جهاز سي بي سي $6,200 وقمنا بشراء أيضا ما يقارب 22 اسطوانة أكسجين $4,000. وبدأ هنالك بعض الأخوة من المتبرعين بتجهيز جزء من غرفة العناية المركزة، وسنبدأ في متابعة أنا والمهندس إلياس وبالتنسيق مع الدكتور عبد الحي والدكتور جميل الزمزمي في متابعة تجهيز غرفة العناية المركزة الأولى التي كانت موجودة سابقا. الجهود أسهمت في تجهيز بعضا من أقسام هذا المستشفى وجعلته يؤدي جانبا من الدور المطلوب منه في ظل انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير في المديرية وندرة المرافق الصحية الحكومية فيها. تأسست هذه الصيدلية بفضل الله عز وجل ثم بدعم أهل الخير عبر لجنة التبرعات الخيرية بالمديرية، أسسنا هذه الصيدلية للتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير بعض الأدوية اللازمة والضرورية لمواجهة هذه الأوبئة والحميات المنتشرة، وكذلك بسبب الوضع الصحي المتدني في المديرية، حيث أن مديرية قعطبة هي أكثر مديريات محافظة ضالع تعداد من حيث تعداد السكان، وهي بحاجة أكثر إلى الدعم الصحي. لذلك نناشد المنظمات الإنسانية بدعم هذه المديرية. السلطة المحلية تقول أنها بذلت وما تزال جهود للارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى. مستشفى الكويت يعني بالأصح يعني لأنه بني على حساب دولة الكويت عام 1965 ويعتبر مبنى قديم جدا، ورغم هذا إلا أنه يقدم خدمات للمواطنين وهو المستشفى الحكومي الوحيد في المدينة الذي يفترض أن يكون بعد المستشفيات الازدحام السكاني، ثانيا لنزوح آلاف النازحين إلى المدينة، وهذا شكل عبء على الوحدات الصحية وعلى المستشفى وعلى السلطة المحلية تعاني الآن من عدة جوانب. فنحن عملنا خطوات وشكلنا بعض اللجان الأهلية ومساعدتنا في تجاوز مخاطر كورونا وإن شاء الله تجاوز. وعلى الرغم من شحة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى إلا أنه يخفف من معاناة البسطاء ويضمد جراحهم، سيما مع ضعف وتوقف عدد من المرافق الصحية جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على المحافظة. فوزي المريسي، قناة سهيل، الضالع.